وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 576 شهيدا و2900 جريح. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الشهداء في قطاع غزة بمفردها اقترب من 500 شهيد وأكثر من 2700 مصاب، من بينهم 91 طفلا و61 سيدة، فيما بلغت الحصيلة في محافظات الضفة 15 شهيدا من بينهم طفلا ونحو 80 جريحا. وشنت طائرات الاحتلال الحربية مئات الغارات بشكل متلاحق وعنيف في الساعات الأخيرة على محافظات قطاع غزة كافة، حيث استهدفت أبراجا وعمارات سكنية ومنشآت مدنية وخدمية ومساجد، وكذلك أوقعت العديد من الشهداء والإصابات ومعظمهم من النساء والأطفال وكبار السن. وسط مشاهد تبكي الإنسانية لأجلها، حملت هذه السيدة بصبر الرجال فقيدها الذي استشهد جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على الأراضي المحتلة. وهذه السيدة تروي بثبات قصة انتشالها من تحت أنقاض منزلها المتضرر في خان يونس بعد استشهاد ثلاثة من أبنائها وإصابة اثنين منهم فيما لم يعرف مصير السادس. كانوا يقولوا لي كويسين كلهم، عاد هم مش كويسين. أنا كنت حاسة فيهم، كنت حاسة إنه في ولا واحد مبين، لأنه كلهم كانوا جنبي وكلهم، وهذولك كانوا بفحروا، وخالد كان عند رجلي. يعني أنا ما عرفتش، يا ريتني أنا تذكرت ساعتها إنه كان عند رجلي، ما تذكرتش. أنا مش عارفة شو صار حواليا، الدنيا سودة سودة حواليا، ما شفتش حاجة. فجأة هيك غير لما شالوا عن راسي الحجار والقماش والحديد، لما شالوا عن راسي ما شوف غير شفتهم هم تعين الدفاع المدني، وطمنوني وطلعوني، والحمد لله الحمد لله على كل حال، وربنا إن شاء الله يصبرنا على ما بلانا يا رب. وهنا في أحد المستشفيات بقطاع غزة تواصل سيارات الإسعاف نقل الجرحى والمصابين، فيما تواصل أعداد الشهداء في الارتفاع ساعة بعد الأخرى. وفي مكان ربما يكون أكثر أماناً، افترش هؤلاء الأطفال أرض أحد الفصول المدرسية التي باتت الآن ملجأً لهم. هذه الطفلة غلبها النوم الذي افتقدته منذ بدء القصف الإسرائيلي، فيما يحاول هؤلاء الصغار سد رمقهم ببعض لقيمات الخبز الجاف. إحنا من الشجاعية، سكان الحدود الشرقية. طبعاً صحينا كنا من النوم على الفزع، على صراخ قصف وصواريخ. طبعا كنا قعدنا نلع من فزعة، ما عرفناش وين نروح. طبعا كان شهداء وغير يعني الاستغاثات والصراخ الأطفال والكبار وكبار السن. وصلنا طبعا على المدارس بعجوبة لأنه كان فيش مواصلات. وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا ذكرت أن ما يقرب من 123 ألف فلسطيني نزحوا في قطاع غزة بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية على المناطق المدنية، من بينهم 74 ألفا نزحوا إلى 64 مدرسة ومأوى تابع لها في قطاع غزة. لدينا حوالي 20 ألف و300 نازح إلى مدارس الأونروا في حوالي 44 مدرسة، منهم 28 مدرسة مصممة كمراكز للإيواء. نحن نتوقع أنه إذا استمرت العمليات أن تزداد الأعداد، ولكن هذه المراكز هي موجودة من تجربة سابقة قمنا بها، ولدينا خبرة أصبح في هذا المجال للأسف الشديد. وكالة الأونروا أكدت كذلك أنه من المرجح أن تزداد الأعداد مع استمرار القصف العنيف والغارات الجوية الإسرائيلية بما في ذلك على المناطق المدنية، مشيرة إلى أن مدرسة تابعة للأونروا تأوي أكثر من 125 شخصا من قطاع غزة تعرضت للقصف المباشر ولحقت أضرار جسيمة بها.